واحنا خارجين من باب الشركة بنتصور. أم لا إله إلا الله بتصورنا، الحكومة والصحافة بتصورنا كأننا خارجين من الأحداث. يا حزن الحزن يانا على الأيام الزرقاء، احنا اتفضحنا في كل حتة. اتفضحنا، بيصوروا الأوتوبيسات وهي خارجة كأننا خارجين، مش عارف خارجين من سجن الأحداث ولا خارجين من سجن أبو زعبة ولا خارجين من إيه. إيه يا جدعان، هو في إيه؟ إيه اللي حصل؟ قال لك إن ظهور 7 حالات كورونا دول عملوا بلبلة في المحافظة كلها. لا أزرق بلبلة، وإحنا بنشتغل مش داريين بالدنيا، مش داريين بالدنيا، ومش داريين إيه اللي بيحصل، مش داريين إيه اللي بيحصل يا ناس. يعني واحد مش داري إيه اللي بيحصل، مش عارفين. يا نهار ابيض يا جدعان، مش واليوم السامع بيكتب، واليوم التامن بيكتب، والصحافه في قناه الحال بيقولوا، وقناه الشرقين بتقول، وقناه المكملين بتقول كذا كذا كذا، وبين خلاص بين عاملين زي، بص عاملين زي ايه اللي بيسرق سريقه وتسمع في الدنيا كلها، كان واحد سرق بنك. اتفضحنا، اتفضحنا ليه؟ عشان مش فاهمين ايه اللي بيحصل. كل حاجه عافيه عافيه عافيه. طب يا جدعان ادي اجازه يا عم، جات بالامر وجات بالاجبار. ده كان ممكن كمان الجيش ينزل، الجيش مش فاضلنا الكلام ده، كان ممكن كمان الجيش ينزل بسرعه. الكورونا دلوقتي بقت اوسخ من الحروب ذاتها يا جدعان، الكورونا دلوقتي بقت اوسخ من الحروب نفسها. يعني السواد يا جدعان ربنا، فهمني؟ يعني كان ممكن الجيش ينزل كمان يقفل بالضبه والمفتاح. خلاص بينا في عصر الكورونا دلوقتي، مش عصر الاسلحه ولا القنابل ولا حاجه. خلاص، كل سنه وانتم طيبين.